نتيجة للأوضاع المأساوية التي يمر بها شعبنا السوري الكريم في الداخل وفي مخيمات اللجوء، قامت الحكومة الأمريكية الصديقة بتقديم مساعدة بقيمة 6 ملايين دولار ونصف مليون للحكومة السورية المؤقتة، وذلك عن طريق منح المساعدة المذكورة لبرنامج بالأخضر إن جرين التابع للحكومة السورية المؤقتة. فقد قام برنامج بالأخضر بتوقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشاريع في الداخل السوري بمبلغ 6 مليون دولار مع الوكالة في مجالات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والبنية التحتية وتأمين القمح والطحين وإدارة النفايات ودعم الإدارة المحلية والاستجابة العاجلة. الآن لاحظنا أنه الدعم قل جداً عن الحكومة المؤقتة، هل هناك علاقة لمبادرة ديمستورا اللي هي تقضي بحل سياسي، هل لها علاقة بتخفيف الدعم عن الحكومة المؤقتة؟ أو وإذا لم يكن لها علاقة، هل هناك أسباب واضحة لهذا الموضوع؟ أنا أتمنى أن لا يكون هناك ربط بين المسألتين، وبالمناسبة هذا السؤال ينبغي أن نوجه إلى الدول المانحة، لكننا نأمل أنه في الفترة القادمة يتحسن الدعم من أجل تحقيق متطلبات واحتياجات الحكومة السورية المؤقتة. وأحب أن أردف قائلا أنه كلما تم تقديم دعم أكبر للحكومة السورية المؤقتة لكي تنفذ مشاريعها، كلما أصبحت هناك إمكانية لتخفيف حدة التشدد والتطرف في داخل سوريا، وكلما كانت هناك إمكانية أكبر لإيجاد حل سياسي عادل لصالح الشعب السوري يضمن حريته وكرامته. يعني كما تعرف أن الظروف صعبة جدا، زياد عدد المشكلات في العالم اليوم، يعني عندما توجد مشكلة كمشكلة إيبولا، عندما تحصل الأزمة الأوكرانية، عندما تحصل أزمات هائلة في جنوب في وسط وجنوب أفريقيا، عندما يتأزم الوضع الاقتصادي في العالم أجمع، وأنت تعرف انهيار أسعار النفط في الفترة الأخيرة، كل هذا يقلل من حجم الإعانات. يعني الأمم المتحدة مثلا أبلغتنا رسميا بأنه تم تخفيض حجم المعونات المقدمة للشعب السوري هذه السنة بمقدار 40%، فتتخيل أن معاناة هي تعتبر قليلة بالأصل، فكيف تخفض أيضا بمقدار 40%؟